عقب هاد الناس هادو عاطينا بلاصه. حنا دابا قدام في السوق، قدام اقدم وحدين في السوق ومعترفين بينا، وعاطينا هاد او اكس ما كايناش في السوق وفيها 227 في البلاصه. مني مشيت هضرت معاهم قال لك نتايا قرعه جات فيك هكا وانت راك من المقسيين. علاش انا من المقسيين؟ انا قديم في السوق ودايريني من المقسيين، وواحد جديد جايبينه البارح عاطينه في لوكار الداخل، وانا عاطيني هنا في الزنقه. واش انا معيش وليداتي بديك الفراشه يعطوني في الزنقه؟ نعيش انا بحق ونعيش وليداتي؟ هاد السوق هذا غيخرجوا عليه ما غيخدمش، السبب ديالهم هما ما غيخدمش هاد السوق. علاش ما يدخلوش الحريفيه؟ الحريفيه ديال السوق ما غيدخلوش، غيدخلوا البيادق. البيادق ما غيخدموا السوق، والسوق النموذجي غيضيع. غيضيع علاش؟ غيضيعوا الدراري. شو هذا هو؟ دايرينو مع صحاب التليفونات شويه، قالوا لي راه مع المتراشيه شويه ما كاينش بلاصتو، ما كايناش. اخويا انا بيت بلاصتي، انا قديم، خاصهم ما يعطونيش هاد البلاصه، خاصهم انا قديم يعطوني لداخل، يعطوني لداخل ويعطوني التزام، يلتزموا ليا، يعطوني ورقه كبيره ماشي يعطوني هادو. انت التزام، شكون عنده التزام؟ شكون عنده التزام؟ شكون عنده التزام؟ التزام 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 100 درهم باش كيبيعوا لي 100 درهم حنا ما بيناش نشدوا، وعاطيين خاصهم هما يلتزموا لينا ورقه بحال هادي فيها النمره، فيها النمره هما عاطينا هادي. من مشيت عند القيد شكيت ليه قال لي هادي راه ممنوعه، ممنوعه تعطى، ممنوع ولكن مكاشين ليك وقايلين لك اودي راه غنعطوك البلاصه وغنعطوك الالتزام. احنا اللي صوتنا عليهم اخويا، احنا اللي درناهم، احنا ما قلناش حنا ما يكونوش هما، ما يكونوش هما. اول حاجه اخويا البلايص تباعوا لنا، واحنا كنا شحال، كنا 16 واحد ديال التليفونات، تولى 36 من جواز الشي، شي جاي من قزوله شي جاي من هنا، اذا راه البلايص راه تباعوا اخويا. كاينه 16 واحد كتبيع التليفونات، 16 غيعطوهم بلايص ديالهم. هذا مشروع فاشل اخويا، ولات 100 مشروع، هذا راه مشروع فاشل، راه ما عمر غيكون في الان. الناس كاملين شدوا التزامات، كاملين خلاصه القول، كاملين دافعين الفلوس، كاملين عمر شي واحد ما شناه في السوق. انا الفراشة عندي ليها اكثر من 20 عام، راه الناس شاهدين فيا ومايا، وانت تشوف وليدي اللي طوع ما طاوش عندي، من انا ما استفدتش. شنو هو السبب؟ ما عرف ما قالوا لك؟ ما عرفتش، ما عرفتش شنو السبب. ساكنه في كوكي، ساكنين تما في الحضر في الوسط، سوقنا هو كوكي وكتسوق منه وكتدوم منه في الفراشة في كلشي. ما عرفتش علاش ما طاوش، ما عرفتش صافي هادشي اللي كاين. شو اللي شاهدين فيا بين ما راني كنفرش ها هما الراجل مات، انا ما عنديش باش نعيش. الراجل راه مات، انا ما عنديش باش نعيش. الراجل اصلا هو كان بائع متجول. نبغي نشرح هذه الوضعيه هذه للساده المشاهدين والناس المسؤولين في الاقليم. الجمعيه هذه ماشي هي اللي صوتنا عليها نهار الجمعة التأسيسي ديال الجمعية، حنا اختارنا مكتب آخر، غيروا المكتب، غيروا اسم الجمعية، غيروا القانون الأساسي بلا جمعة. الآن كنتفاجئوا باللي أمين المال ديال الجمعية غير ممارس لبيع المتلاشيات، الكاتب العام غير ممارس لبيع المتلاشيات، وليس حتى من رواد السوق. حنا كنتفاجئوا بهم الآن، هما اللي كيحكموا شكون يدخل وشكون ما يدخلش. كيفاش؟ شرحوا لينا، ما فهمناش. هاد السيد هذا امين المال الجمعيه كيتعنى علينا، كيقول لك انا صديق عامل الاقليم، انا صديق عامل جلاله الملك. واش اذا كان عامل الاقليم كيعرف هاد السيد كيتعنى بالصدقه ديالو من اجل انه هو يبطش ناس منهم لطارو الزبل؟ حنا راه منا لطارو الزبل، حنا هما المود ديال الشعب، حنا كنعيشوا مع بعضياتنا. الناس هادو ظلمونا، ظلموني في كوكي، حيدوا لي البلاصه 12 عام وانا في السوق وسكت. قائد الملحقه الاول قال لي واخا، ودوزوها عليا ومشيت. قصيت سوق البركه كنت كنبيع الفواكه وصبرت، دابا كنبيع لافيراي. مني طارو الزبل، مني طارو الزبل وحيدوا لي بلاصه. قال 3 متر رجعوها 180 على 160 وسكتنا. كنا 500 ولينا 1200 وسكتنا. ولكن باش تقصي الناس الممارسين الحقيقيين، راه ما تندوش عليا بوحدي، راه كاينه واحد 160 ولا 170 واحد اللي ممارسه حقيقيه. الناس اللي كتبيع وتشري بالصاع في السوق غيعطيهم بلاصه فرش وجمع، والاخرين تقصاو بصفه نهائيه. هادشي كامل علاش؟ لان اللي كنقول باللي الجمعيه طالت زوير،
كاين اللي عطى 500 درهم، كاين اللي عطى 1000 درهم، مستفدين القدام ما مستفدينش. هاد الدليل ها هو هادي الجمعية، وهاد ما بغاتش الجمعية ما بقاتش، هادشي اللي كاين. هما اللي عندهم المحلات وكيسيفطوا ولادهم، كيسيفطوا ولادهم مستفدين، ولادهم في الشارع السوق العفاري مستفدين، حنا ما مستفدينش. عندي الوليدات ديالي كاري، وما عندك قوت العيش ديالي هو معايا انا سميتو كان فراشي، هادشي اللي كاين. كنبيع ونشري، الناس كلشي معترف بيا، عندي الحقيقة. دوزت سوق حادة، ريبوا لي المحل ديالي، طلعت الكورس ما بغيتش يديروا معايا شي حل، طلعت الكوكي قال لك خاصك تجبد 60 خمسة الباجات ب 50000 ريال. أنا مني على هذه الحالة كاملة، على التكرفيس كامل، وذكر الله يجازيك بخير ويجد تغادركم، إلا ما شوفوش ديروا معايا شي حل. هذا هو شي. عاش الملك! عاش الملك! عاش الملك! عاش محمد السادس! عاش الملك! قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.